لما تروح تشتري عسل بتجيب الكيلو ب 100 جنيه، 150 جنيه، ولو من زوات قوي بقى تجيبها ب 200 جنيه. لكن لما تروح تشتري عسل الربع كيلو بتاعه يوصل 2000 جنيه ويمكن اكتر، يبقى اكيد في علامة استفهام. المانوكا هاني يعتبر اغلى عسل في العالم، ووصل الكيلو بتاعه من 8000 جنيه ولحد 15000 جنيه. طب ايه اللي يخليك تدفع المبلغ ده في العسل ده؟ اول حاجه، العسل ده بيحتوي على ماده فعاله اسمها ميثايل جلايكوسيل، والماده دي موجوده في كل انواع العسل لكن تتضاعف 100 مره او اكتر في العسل ده. الماده دي تعتبر عامله زي المضادات الحيويه، بل انها بتتغلب على البكتيريا اللي بتقاوم كل المضادات الحيويه، ولذلك لو انت عندك الميكروب الحلزوني ده هيعتبر الاختيار الامثل بالنسبه لك وهيجيب نتيجه فعاله جدا. ولو انت عندك جروح قديمه مش عارف تعالجها، اعرف ان ده الاختيار الامثل ليها. ويا سلام لو انت بتشتكي من القولون العصبي ومش لاقي له علاج، ده بيظبط القولون العصبي. وكمان عسل المانوكا اثبت فعاليته في علاج تكيسات الموائد، لانه بيظبط الهرمونات عند السيدات. ولو انت راجل صدقني كمان العسل ده هيبقى مفيد قوي بالنسبه لك، وده لانه بيعالج ضعف الانتصاب وبيزود الرغبه الجنسيه. خدوا بالكم ان كل حاله من الحالات اللي انا قلتها في العلاج ده يعتبر عسل علاجي، فبيبقى ليه جرعه معينه هبقى اقولها لكم في فيديو تاني. والاهم كمان انك وانت بتختاره تعرف تختار النوع الاصلي، لان في كتير جدا مضروب في السوق. وتعالى اقول لك تختاره ازاي. اول حاجه، في حاجه اسمها ام جي او، ودي بيبقى جنبيها تركيز بيتراوح ما بين 100 بلس 100 لحد بلس 800، وفي حاجات كمان اعلى من كده. دي اسمها ميثايل جلايكوسيل، دي الماده الفعاله الاساسيه المسؤوله عن فوائد العسل. كمان بيبقى في حاجه هنا اسمها يو ام اف او يونيك مانوكا فاكتور، دي بتبين جوده العسل، ودي بتتراوح ما بين بلس 10 لحد بلس 20 وبلس 30 على حسب جوده العسل. كمان مهم قوي تتاكد ان الشركه المنتجه للعسل شركه موثوقه لدى وزاره الصحه النيوزيلنديه، واخده توثيق من وزاره الصحه. كمان كل علبه بيبقى عليها بصمه هنا اللي هو الكود ده، الكود ده بتدخله عندك عشان تتاكد ان العسل ده اصلي. وكمان لما تيجي تاخد اللينك اللي هيطلع لك لما تضرب الكود ده، هتدخل على اللينك هتلاقي الشهاده المعتمده اللي موثقه بخصوص العلبه اللي معاك. لما هتدخل على اللينك ده هتلاقي شهاده التحليل اللي فيها كل المواد الفعاله والمطابقه للمواصفات بتاعه العسل ده. طب انا نفسي ادوق العسل ده. بصوا انا ممكن ادوقهوله، بس لو الفيديو ده عدى 10 مليون مشاهده.